عند استعراض حركة التاريخ الإنساني وحياة الزعماء والقادة الذين حددوا مساره بأفكارهم وأحلامهم وخططهم، تجد أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يقف في صف من صنعوا التاريخ ليس من صنعهم التاريخ. نشأ زايد في قصر المويجعي بإمارة العين، حريصاً على الجلوس في مجلس والده الشيخ سلطان، يلتقط ويتعلم أصول العادات والتقاليد الأصيلة، مولعاً بالأدب وبمعرفة وقائع العرب وأيامهم، وتعلم في زمن شهد ندرة المدارس أصول الدين وحفظ القرآن الكريم، والذي ترك بصماته العميقة على طبيعة تفكيره وسلوكه. حفظ القرآن اللي الله منعم عليه وحافظ القرآن ما كل يفسر. الشيخ زايد عنده حكمة، فيوم ختم القرآن فسره فهم تفسيره. كان متمسك بدينه، بصلاته، كان الصيام بالنسبة له وين ما يكون إن شاء الله يكون في صحراء قاحلة لابد أن يصلي ويصوم. نيته طيبة، والإنسان اللي يرمس أو يسعى في الشيء وهو صادق الرب يوفقه. يقول السيد عبد الله غانم، والذي كان موجها لزايد في صباه، كان يصعد إلى جبل حفيت على الحدود بين أبو ظبي وعمان لقنص الغزلان في إصرار يثير الدهشة. لقد كان أشجع صبي عرفته، فلم يكن يهتم للطقس أو أي أخطار على الجبل، وطلب مني والده أن أراقبه دوما، ومع ذلك كان يذهب في سبيله بصقوره وبنادقه. لقد كانت قدما الصبي تنطلقان في سرعة سعيا وراء أي هدف، ولم يكن هناك ما يمنعه من ذلك على ما يبدو. زايد ثقفته الصحراء، زايد ثقفته الحياة. عربي عاش في بداوة، تعلم من الجلد والصبر وحكمة. غريزة القيادة اللي عنده في يعني إنسان قائد بالفطرة، وإنسان محب للبيئة بالفطرة، إنسان علاقته مع الشجرة بالفطرة. كان يركب الخيل، كان يقنص بالطير، يهتم بالرماية، كان يسبح. واستناداً لبعض الحوارات مع الشيخ زايد، يقول الأديب اليمني عوض العرشاني، أحب الناس إلى نفسه كانت أمه الشيخة سلامة. ارتبط زايد ارتباطاً كبيراً وعميقاً بها، وكانت بحزمها وحنانها الكبير مثله الأعلى وأسوته الحسنة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. زايد الأول لا نسمع الكلام اللي نسمعه عنه عم الوالد محمد بن حم، هو اللي رافق زايد بن خليفة. بن حم شاعر ويذكر الطيب يذكره، فهو الهزر اللي هزره في زايد يوم يقول هزري على زايد شابه يده، ذي يبين معرفة العم بزايد بن خليفة اللي هو يد الشيخ زايد. فالهزر معروف، قده القصيدة اللي قصدها معروفة، يقول فيها هزري على زايد شابه يده، رغيب اللي سد العرب ما سده، واللي معاصي بشره بالشدة، وزايد عليهم بالكرم والمد. كان زايد في سن حسب ما يقول الوالد في سن 15، فهو يخبرنا عن التغرودة هذي وعن اللي سمعه في زايد بن خليفة وفي الأسرة كلها. نحمد الله أسرة طيبة.
كانت المرحلة الأصعب في حياة زايد العملية هي المرحلة الأولى عندما صار حاكماً لقرى البريمي عام 1946 ولمدة 20 عاماً. لم تكن أبو ظبي تملك شيئاً في ذلك الوقت. مدينة العين كانت قرية زراعية وكانت قديمة، موقعها وبالها وخضرتها. العين كانت عبارة عن مركز رئيس للعديد من الأسر، طبعاً امتدت عروقها إلى كثير من المناطق، ولكن انبثقت جذور هذه الأسر من مدينة العين. وكانوا أهلها يعني ناس عايشين على الزراعة وعلى حركة التجارة المارة أو الترانزيت اللي هي من عمان وبين العين وبين البدو اللي ساكنين ما بين أبوظبي والعين. ما اقتصر عمل الإنسان الإماراتي في مدينة العين على الزراعة ولكن أيضا ساهم مساهمة كبيرة وكان لهم باع طويل في الغوص، وظهرت منهم أسماء لامعة في هالمجال. الشيخ زايد لما كان نائب الحاكم في العين كان دخله محدود، هو اعترف بهالموضوع عدة مرات في مجلسه، وكان يعتمد على ما يبعث له الشيخ شخبوط. الشيخ زايد في العين عمل إنجازات سبقت غيرها من المناطق، فكان يستعمل أي مبلغ يبعث له الشيخ شخبوط في تحسين وتطوير العين. الشيخ زايد اهتم في التعليم وتدريجيا تقبلوا المواطنين ويدعمهم بفلوس وتغذية. كثير من المواطنين اهتموا وسمعوا كلام زايد. الشيخ زايد ابتدى يهتم بتطوير العين، وكان أول عمل قام به أن بنى سوق. ما كان حد يعرف التجارة، فالتجارة كانت اللي يسافر يشتغل عند التجار. البيع حتى بعضهم كانوا يفكرون البيع والشراء أنه فيه قصور، لكن بالدعم وبتوضيح الأمور للناس عرفت أن هذه عمل مفيد وعمل لابد أن هو يعطى الأولوية. ابتدوا التجار يهتمون بالعين أكثر كمنطقة ثانوية، أما قبل هذا ما في. بعد رفض الأقلية التي كانت تملك وتتحكم في مياه ري المزارع بالعين لطلب الشيخ زايد بأن يتشاركوا مع الأكثرية ممن لا يملكون المياه في ري مزارعهم وبدون أن يدفعوا مقابلاً مادياً، يقول زايد: تركتهم واتجهت إلى حفر الأفلاج، ويوم زادت المياه وصارت بالمجان للجميع ووجدونا نروي كل 25 يوماً وهم يروون مزارعهم كل شهر ونصف، بدأوا هم يطالبون بأن يشاركون المياه ووافقت على الفور، وصارت المياه للجميع دون تفرقة بين كبير وصغير. بدأ بتطوير الزراعة لأن الزراعة كانت في وقتها محصورة بالمنطقة النخيل، فهو بدأ يوزع أراضي خارج منطقة النخيل ويشجع على زراعة الخضروات وعلى زراعة التمر والحمضيات. قبل المستشفيات كانت الأمور الولادة يعلم الله 80% اللي تمتن سواء على موضوع الولادة. من الله عطاء يا زايد ويا مستشفى كند تسهلت الأمور، تسهلت وانتهت نقطة مخاطرة الولادة هذه. الشيخ زايد هو أول من أوصل الكهرباء في مدينة العين. الشيخ زايد أول من رصف الطريق بمعنى الرصف الحقيقي اللي هو الأسفلت. الشيخ زايد ساهم أيضا في تعمير العمارة وإنشاء المؤسسات، يعني أصبحت العين مدينة مؤسسات. وبدأت العين كلا يفرح اللي العين، كثر الرطب وكثر الخير وكثرت محبة الناس للخدمة، لأن حصلوا من يوقف عندهم ومن يشجعهم ومن يوفر لهم
اللي ينقص عليهم. لولا وجود الشيخ زايد بعد وجود الله سبحانه وتعالى لما وصلت مدينة العين وتآلف وتآخي وتلاحم قبائلها إلا بوجود الشيخ زايد. لم يتحدى زايد فقط قلة الإمكانيات المتاحة، فابن 28 وجد نفسه أمام مسؤولية كبيرة لإدارة قرى متنازع عليها، ولكنه استطاع بحنكة أن يدير المنطقة ويستقطب محبة وولاء الجميع رغم صغر سنه. حدثني الحقيقة الوالد عن اللي الحقيقة العين الأطماع القديمة، قديم بنقول أطماع، كل وده في الماضي، كل وده يطمع، لكن بوجود الشيخ زايد الله يغفر له الحقيقة نحن حظاظ سلمنا. الشيخ زايد بحكم طيبته وتعامله الطيب مع كل القبائل استقطب محبتهم وتعاونهم، حتى لو هم كانوا تابعين لدولة ثانية كانوا هذه القبائل يعتبرون الشيخ زايد حاكمهم كذلك أو شيخهم. وصفه النقيب البريطاني أنطوني شوبرد في كتابه مغامرة في الجزيرة العربية: إن زايد يحظى بإعجاب وولاء الجميع، وهو بلا شك أقوى شخصية في الإمارات المتصالحة. لقد كان واحداً من العظماء القلة الذين التقيت بهم. محافظة الشيخ زايد على تراب هذا الوطن وحماية حدوده وخاصة الثغور المتآخمة لدول الجوار، شوف بعد نظر الشيخ زايد الذي جعله يستعين بالقوات البريطانية الموجودة آنذاك. طبعاً أنا لم أقف عند هذا الشيء، ولكن أقول إن هذه واحدة من عشرات الإنجازات التي استطاع زايد أن يحافظ على هذا الكيان ويحميه. كان الشيخ زايد ينقل مجلسه من مكان لمكان حسب وين هو موجود، ومجلس الشيخ زايد في العراء، ما عنده مجلس داخل، كان دائماً على الرمل أو تحت شجرة أو تحت نخلة. لما نسير العين ما نحصل الشيخ زايد في مكان معين، لازم نشوف إن سيارة تمشي بعيد بغبار نقول هذاك الشيخ زايد، نتبعه نحصله هو، نوجفه نكلمه عن لوازمنا واحتياجاتنا يعني في ذاك الوقت. وكان دائما يتقيد بالبروتوكولات المجالس، وجلسته في المجلس تبتدي من الكبير إلى الصغير. هو كان مدرسة، يعني يكفيك أنك تحضر مجلس من مجالس الشيخ زايد الصباحية أو اللي بعد الظهر أو المسائية، وأنت يعني تسمع الأشياء في الحياة اليومية، تسمع أشياء في السلوك، تسمع أشياء في التعامل مع الناس، تسمع أشياء في التربية، تسمع أشياء في كل شيء. فهي كانت هذه المجالس الشيخ زايد الله يرحمه مدرسة، الواحد يتعلم منها ويحرص على أن يحضرها. يعني وده جميل، هو مو بالي وده جميل لوطنكم والأرضكم الذي ربتكم وربيتوا عليه، فأنتم لازم تعرفون ماضيكم من أجدادكم ومن أهلكم كيف كانوا وكيف كانت أرضكم اليوم وكيف كانت محلكم ومنازلكم اليوم وكيف كانت معيشتكم اليوم، كيف تغيرت. لازم هذه ترفعون يديكم إلى الله اللي خلقكم وخلق الجميع من البشر وخلق السماوات والأرض، وتحمدون وتشكرون، فالشكر إلى الله هو يزيد في معنويتكم ويزيد في أعمالكم ويزيد في رضا الله عليكم، فاشكروا الله واحمدوه. يقول كلود موريس في كتابه صقر الصحراء على لسان العقيد هيوبوستد الممثل السياسي البريطاني: لقد دهشت دائما من الجموع التي تحتشد دوما حول الشيخ زايد،
وتحيطه باحترام واهتمام. كان يجسد القوة مع مواطنيه من عرب البادية الذين كان يشاركهم حفر الآبار وإنشاء المباني وتحسين مياه الأفلاج وشق الينابيع لزيادة المياه لري البساتين، والجلوس معهم ومشاركتهم الكاملة في معيشتهم وفي بساطتهم كرجل ديمقراطي لا يعرف الغطرسة أو التكبر. وصنع خلال سنوات حكمه في العين شخصية القائد الوطني، بالإضافة إلى شخصية شيخ القبيلة المؤهل لتحمل مسؤوليات القيادة الضرورية. حتى الأشجار الآن التي موجودة في العين تترحم على زايد، لأن زايد لم بس يكتفي بخدمة الناس، وإنما تجاوز خدمة البشر، وصل إلى خدمة حتى الحجر والمدر والشجر. زايد يشاور اللي يتشاور، لأن زايد جلساته مفتوحة لكل المواطنين. يفرح عندما يجيه الشخص يثور يكلمه، يفرح به ويأخذ حديثه ويعطيه الحديث اللي جاي فيه، إن كان له مطلب وإن كان جاي بموضوع يهم الشيخ زايد. تجاوز حب زايد ومحبة زايد وأخلاق زايد شعبه، ووصل إلى الشعوب المجاورة، بل يعني وطد علاقات قوية متينة مع الدول الجوار. هذا الذي جعل أن الإمارات وخاصة مدينة العين التي كان يوجد فيها زايد أن تكون محمية بعد حماية الله لها سبحانه وتعالى بدعم وتأييد الشيخ زايد من خلال علاقاته الودية مع دول الجوار. 20 عاماً قضاها زايد حاكماً للعين، أنجز خلالها ما يفوق الوصف رغم الفقر وضيق ذات اليد، كانت كافية ليشهد الجميع بأنه الرجل الأصلح لقيادة أبوظبي، وتجعل قلوب أبناء الإمارة وما حولها تخفق فرحة بتوليه الحكم. البنية التحتية المتكاملة هي أحد أهم مقومات نمو وتطور الاقتصاد المحلي، وانطلاقاً من هذه الأهمية بادرت القيادة الرشيدة لحكومة أبوظبي بإطلاق مشروع مجمع مبنى المطار الرئيسي الجديد لمطار أبوظبي الدولي. باشرت شركة أبوظبي للمطارات بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الرائد ببناء مطار عالمي يرقى إلى أعلى المواصفات والمعايير الدولية. مطارات أبوظبي، إبداع في عالم الطيران. عشرون عاماً قضاها زايد حاكماً للعين، أنجز خلالها ما يفوق الوصف رغم الفقر وضيق ذات اليد، كانت كافية ليشهد الجميع بأنه الرجل الأصلح لقيادة أبوظبي، وتجعل قلوب أبناء الإمارة وما حولها تخفق فرحة بتوليه الحكم. تولى الشيخ زايد حكم إمارة أبوظبي في 6 أغسطس سنة 1966. في 6/8 وأنا حاضر موجود في أبوظبي. قبل لا يحكم أبوظبي الناس مقتنعة فيه. يقول السوق في أبوظبي كان خالي في يوم تولي الشيخ زايد. في صباح اليوم التالي يقول زحمة ما نقدر نمشي. هني تحول عجيب، هني تحول غريب، هني تحول سريع، هني تحول شيء يعني ما كنا نصدق هالتحول السريع بيكون بهذا الشكل. هذا هو الفرق الذي صنعه الشيخ زايد خلال 24 ساعة. كلا فرح، حتى الجيران فرحوا به. يو الناس من كل مكان، من الإمارات الأخرى، من دول الخليج، من الوطن العربي، سريعا مستبشرين بالذي حدث في أبوظبي. لما طار الشيخ شخبوط إلى البحرين
ذهبت للشيخ زايد باركت له وسلمت عليه، قال لي استلم الضيافة. يعني هي لحظة كانت مضيئة مهمة جدا، يعني تاريخ جديد لدولة الإمارات ولإنسان دولة الإمارات بل للوطن العربي قاطبة. بعد تسلم الشيخ زايد مقاليد الحكم في أبوظبي، كتب فني أحد المسؤولين البريطانيين آنذاك تقريراً سرياً لحكومته عن الحاكم الجديد لأبوظبي، يقول إن الشيخ زايد هو أصغر إخوة الشيخ شغبوط، ويوصف بأنه الأكثر ذكاءً والأشد جاذبيةً والأوسع شعبية بين أفراد الأسرة الحاكمة. إنه يتمتع بالحنكة فضلاً عما حباه الله به من فكر ثاقب وموهبة تنظيمية، لقد جمع كل المقومات والعناصر التي تصوغ شخصية القائد. وفي تقرير سري كتبه آشيلام المعتمد البريطاني في 5 نوفمبر عام 1966 للسير ستيوارت كروفورد في البحرين، ذكر فيه: لربما كان الشيخ زايد المثل الأوروبي الأعلى للشيخ العربي. ما كان خافي، كان واضح في قبل الحكم، وكانت اهتمامه الأمانة الحقيقة، ولا ما كان طمعه في الحكم، لكن الله أعطاه الحكمة وشاف أنه في واجبات عليها أنه يديها. من سنة 66 إلى سنة تقريبا 68، سنتين قضاهم الشيخ زايد في تطوير أبوظبي، بناء البنية التحتية، تعميرها، تخطيط شوارعها، تأسيس هيكل تنظيمي للحكومة، لأن نحن في أبوظبي ما كان عندنا دوائر حكومية ولا كانت عندنا مؤسسات حكومية. جيت لأبوظبي وطلبوا مني وضع قانون لتنظيم الجهاز الحكومي لإمارة أبوظبي، لأن كان الشيخ زايد يريد أن يكون في إمارة أبوظبي حكومة عصرية حديثة مبنية على القانون وليس حكومة قبلية مثل ما كانت قبل. الشيخ زايد أخذ على عاتقه مش بس تطوير البنية التحتية للبلد، إنما تطوير حكومة، تأسيس بلد، إيجاد مصدر رزق لمواطنيه. المواطنين هذيك الأيام كانوا كلهم يشتغلون عمال عند شركات النفط. كان همه الوحيد بناء أبوظبي، رجل أبوظبي، تاجر أبوظبي، ومن ثم بناء الطفل هذا الولد اللي ينشأ كيف يعلمه من الألف إلى الزد، اللي رؤية بعيدة المدى نحن ما ندركها، نحن ما نعرفها، نحن نقصر عنها. بدأ يفتح مدارس، ينشئ مساجد، يعلم الناس، يحفز الناس على الانضمام إلى الحكومة، إلى الشرطة، إلى الجيش، ينشئ شرطة، ينشئ مؤسسات. يعني العمل اللي قام به الشيخ زايد كان عمل جبار في خلال 3 سنين. أدرك بأن الإمارات وخاصة أبوظبي بما لديها من موارد وثروة ستكون موضع حسد وغيرة من الآخرين، ولهذا شاف أنه من الضروري جداً أن يكون للإمارات وخاصة الإمارة أبوظبي قوة عسكرية رادعة تدافع عن البلد، وأيضاً تجعل أي دولة أخرى لها مطامع أن تفكر مرتين لأنها ستواجه قوة عسكرية ذات فاعلية. أنا في يوم واحدة سألته لطول العمر من طلقين كم تريد أن يكون الجيش؟ قال ما له حد، قدم ما تقدرون امشوا. قال طيب مصادر السلاح؟ قال من أي محل اللي فيه أحسن سلاح هاتوا. شو القصد من بناء الجيش؟ قال حتى نحمي الوطن رقم واحد، والشيء الثاني حتى نكون في موضع نقدر ندافع عن أنفسنا حتى يلحق علينا الصديق. ومن استلم وهو شغله الشاغل جيرانه، ما هو بلا اشتغل إلا في الإمارة، اشتغل في الجيران وبدأ يواصل زرع الزراعة اللي غطفناها. حمل هم حكمة لإمارة أبوظبي في كف، و
الهم الآخر ما تعانيه الأمة العربية وما مرت به الأمة العربية بعد نكبة 67. تجلت الزعامة التاريخية للشيخ زايد في التجربة الوحدوية لدولة الإمارات، وكصانع للتاريخ فأحلامه وطموحاته كانت مصيرية وغيرت تاريخ أمه. زايد عندما كان ممثلاً لحاكم إمارة أبوظبي في مدينة العين، جاءه رجل من إحدى الإمارات بمشقة وصل إلى مجلس الشيخ زايد، فتكلم مع الشيخ زايد رحمة الله عليه، فقال لي: يا طويل العمر، أنا عندي ولدي مخلص الثانوية ويبغي يكمل ويدي قصيرة. فالشيخ زايد أمر فوراً بأن يبعث الولد هذا على نفقته. بعد أن ذهب الرجل، قام أحد الحاضرين وقال لي بحديث العبارة أو بهذه العبارة: أن يا طويل العمر هذا ما بمواطن، ما براعي الدار، راعي إمارة ثانية. فقال: إيش دراك أن باكر نستوي وياهم دولة؟ إذن دولة الإمارات بدأت من هذه المقولة. الإمارات منفصلة وكان لها وجودها وكان لها وكل حاكم يحكم في بلده، لكن بمعاهدة مع البريطانيين، وكان البريطانيين هم يحمون المنطقة، حدود المنطقة، لأنهم ما يسمحون أن إمارة تعمل اتفاق مع أي دولة سواء عن النفط أو عن أي التزامات تعهد أجنبي. وابتدت بريطانيا تقرع جرس الإنذار أن نحن راح ننسحب. زاد الهم على الشيخ زايد بأن الآن لازم ينظر مش بس أبوظبي والعين كبلد هو مسؤول عنها، الآن صار عنده هم كبير وجديد، هم الاتحاد، هم خروج بريطانيا. من بيحمي هالمنطقة إذا خرجت بريطانيا؟ من بيرعاها؟ من بيديرها؟ يعني لابد حد يحتويهم ويهتم فيهم ويبني مؤسسات كبيرة فيها. أول ما شفته أنا زرته في قصر الحصن هنا في أبوظبي، كلامه كله كان على الاتحاد وضرورة قيام الاتحاد وضرورة تقوية الاتحاد، لأنه مستقبل شعوب الإمارات مرهون بقيام دولة تحافظ عليهم وتحافظ على مصالحهم. فيعني كان هو هم الأول هو الاتحاد. اللي كان مقدر الظروف وفاهم الوضع على حقيقته كان الشيخ زايد، فكان هو شخصيا عليه الحمل أن يقنعهم. زايد شخصيته عظيمة، شخصيته فذة، في عنده أسلوب أنك أنت تبغي تسمعه، عنده أسلوب تبغي تتبع شو يقول. فكان الشيخ زايد يقضي تقريبا نص وقته في أبوظبي لإدارة شؤون أبوظبي وتطويرها، والنص الثاني للإمارات، رايح جاي، زاير يجتمع، يلتقي، يتكلم، يشاور. الحقيقة عند الشيخ زايد قابلية فريدة في الإقناع، وأيضا مستعد يعني لا يتمسك برأيه، مستعد أن يغير رأيه إذا شاف أن هناك حق. يعني لمن يتفاوض ما كان يتمسك برأي واحد، لأنه شاف أن الحقيقة التفاوض والاتفاق لن يتم إلا إذا تساهل الطرفان. يعني فهو كان من هالناحية مفاوض ممتاز ودبلوماسي ممتاز. لولا الله وجود الشيخ زايد يعلم الله الوضع ما يكون بما هو عليه الحق. كنا مواطني في أبوظبي نقول يعني ليش متعب نفسه، بينما كان نظرته أبعد من نظرتنا نحن ورؤيته لخمسين سنة قدام، بينما نحن كانت رؤيتنا لممكن سنة. الشيخ زايد عنده نظرة بعيدة، لأنه كان يقول إنه الإمارات بمفردها ضعيفة، لكن إذا اتحدت سيكون لها قوة ويكون لها شأن ويكون لها وزن. لا يعتقد الأجيال الآن الطالعة أن المسألة كانت مسألة قرار فقط. يعني الشيخ زايد لم يصدر قراراً بالاتحاد أو مثلاً توافق مع الشيخ راشد رحمهم الله وصار الاتحاد بسهولة، كان هنالك بذل مالي وبذل معنوي، وكان هنالك تعب وجهد وكد ويمكن سهر وقلق ونكوص وتقدم إلى أن قامت هذه الدولة في هذه الصورة. المسألة لم تكن صدفة ولم تكن بين يوم وليلة أو بين ليلة وضحاها،
الرجل بذل الكثير، وصادف أن حوله من الرجال المخلصين من ساعده على بذل الكثير، وكان ينظر دائما إلى شعب الإمارات باعتباره شعبا كريما عزيزا يستحق الكثير والكثير، وهكذا كان. ولذلك بذل جهد كبير بأن يقنع الحكام من البحرين إلى الفجيرة بأن ينضمون إلى الاتحاد، وكان يقوم بزيارات مكوكية إلى البحرين، إلى قطر، إلى الإمارات الشمالية، لدرجة أنه بنى مكان في منطقة الخبيرة سموه قصر الخبيرة لاستقبال المندوبين والحكام والاجتماع بهم. بيان عن المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية. عقد المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية دورته الرابعة في أبوظبي في الفترة الواقعة ما بين 10 و14 من شهر شعبان سنة 1389 الموافق 21 إلى 25 أكتوبر 1969، بحضور جميع أصحاب العظمة والسمو أعضائه والوفود المرافقة لهم. وبعد أن أقر المجلس مشروع جدول أعماله الذي كانت قد أعدته لجنة من ممثلي أصحاب العظمة والسمو حكام الإمارات، ناقش عددا من الموضوعات الهامة المدرجة في هذا الجدول، ونظرا لعدم اتساع الوقت لاستكمال بحث جدول الأعمال قرر المجلس الأعلى تأجيل اجتماعه الحالي وإرجاء بحث ما تبقى من جدول الأعمال إلى الاجتماع الثاني من دورته الرابعة في أبوظبي في موعد لا يجاوز أسبوعين من تأريخ هذا البيان. والمجلس الأعلى يرجو الله أن يوفقه إلى الوصول إلى خير النتائج المحققة لما وطد العزم عليه من استكمال بناء الاتحاد على أمتن الأسس وأسلمها وإعلانه دولة مستقلة ذات سيادة تامة في أقرب وقت. حرر في 14 من شعبان 1389 الموافق 25 أكتوبر 1969. حلم زايد أكبر من هذا. حلم زايد يكون الخليج وحده. ووزعت يومها الاجتماع الثاني منشورات تدعو حكام الإمارات وحكام الخليج يد بيد مع زايد بن سلطان. قبل الاتحاد بيومين تقريبا أو ثلاث احتلت الجزر. الخبر طبعا نحن في الاتحاد كان وقع سيء على المنطقة وكان مؤثر جدا على الشيخ زايد الله يرحمه. راح حث الإمارات الأخرى أنه إيران استضعفتهم واحتلت هذه الجزر لأنه كانت ما كانت تتوقع أي رد فعل منها لأنه ضعفاء بالنسبة لإيران وجيوشها وكذا. فقال ولهذا الضعف هذا اللي استغلته إيران يجب أن ينتهي، وهذا لا ينتهي الضعف إلا عن طريق الوحدة والاتحاد. لكن الشيخ زايد ما كان عنده رد فعل يستطيع أن يعمل شيء في وقته، يبغي الاتحاد يصير وبعدين بيفكر في كيف طريقة الجزر. الشيخ زايد قال ده احنا ما نأجل، هذا مطلب أمريتاني راح تنسحب، ما لازم نبقى احنا في مهب الريح، فيجب أن يقوم الاتحاد. في صباح يوم 2 من ديسمبر عام 1971 كللت جهود الشيخ زايد برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة محققا حلمه الأكبر في لحظة تاريخية فاصلة في تاريخ ومسيرة أمه.
البنية التحتية المتكاملة هي أحد أهم مقومات نمو وتطور الاقتصاد المحلي، وانطلاقاً من هذه الأهمية بادرت القيادة الرشيدة لحكومة أبوظبي بإطلاق مشروع مجمع مبنى المطار الرئيسي الجديد لمطار أبوظبي الدولي. باشرت شركة أبوظبي للمطارات بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الرائد ببناء مطار عالمي يرقى إلى أعلى المواصفات والمعايير الدولية. مطارات أبوظبي، إبداع في عالم الطيران. في صباح يوم الثاني من ديسمبر عام 1971 كللت جهود الشيخ زايد برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة محققاً حلمه الأكبر في لحظة تاريخية فاصلة في تاريخ ومسيرة أمه. طبعاً رفع العلم لأول مرة للاتحاد كانت 6 إمارات، رأس الخيمة بعدها يومتها ما دخلت في الاتحاد. طبعا كان زايد فرحان، جدا فرحان، على أساس أنه تحقق شيء، وعرف أنه من يتحقق هذا راح يكبر، فكان هو عنده طموح هذه اللبنة أن تكبر. وفدت إلى الأمم المتحدة حاملا طلب الدولة الجديدة للانضمام إلى الأمم المتحدة، وهنا كان في بعض المشاكل في الحقيقة، لأنه في ذيك السنة جمهورية الصين الشعبية احتلت مقعد الصين في مجلس الأمن ومعناها عندها حق الفيتو، وكان هناك تحركات من بعض خاصة حكومة جنوب اليمن اللي كانت حكومة ماركسية يسارية وضد قيام دولة الإمارات، فكان يحثون الصين أن يستعملوا الفيتو لمنع قبول دولة الإمارات عضو في الأمم المتحدة. بس الحمد لله ذللنا هذه الصعوبات، وكان لي شرف رفع علم الإمارات مع علم الدول الأخرى. The result of the voting is as follows: in favor 93, opposed 1, abstention none. The draft resolution is adopted. I declare the United Arab Emirates admitted to membership of the United Nations. I request the Chief of Protocol to escort the delegation of the United Arab Emirates to its place in the General Assembly Hall. طبعا بعد رفع العلم اعلن الاتحاد، وكان دائما نرتقب من هو ليعترف. طبعا الاعتراف بالدولة وكذلك الاعتراف في الأمم المتحدة، والأمور هذه كلها خذت وقت. عندما اعترف بها طبعا الجزر كانت واحدة من مطالب الشيخ زايد على أساس أنها تحل بالطريق السلمية. شفنا أنه الطريق الوحيد الحقيقي هو تسوية سلمية، وهذا يكون عن طريق محكمة العدل الدولية. احنا متأكدين إذا الموضوع عرض أمام محكمة العدل الدولية قرارها سيكون بصالح الإمارات، لأنه هذه الجزر تابعة للإمارات من آلاف السنين، يعني ما في يوم من الأيام كانت تابعة لإيران. إرهاصات أولى كانت كثير صعبة، لكن تحملها الشيخ زايد حتى نحتفل اليوم مثلاً بيومنا الوطني ونحن بهذا الزهو. ولو ما كان الشيخ زايد في هذاك الوقت ما صار اتحاد. ربما يكون الآن الناس يفكرون فيه، لو نحن لو ما جمعنا زايد، لو ما كنا في الاتحاد، شو وضعنا الآن؟ وين بنكون؟ لمين بنتبع؟ مشتتين؟ أمارات متفرقة؟ كل واحد بيحكم؟ وين سايرين؟ الشيخ زايد قام بعمل بطولي صراحة وأساسي في تكوين الاتحاد وفي لم شمل
الإماراتية. الاتحاد على المستوى الشخصي حقق لي الكرامة، حقق لي أني أنتمي إلى هذا الكيان، وأحس بالفخر أني لما أروح وأقدم جوازي لأي منفذ من النافذة الجمركية في الخارج يشوفون من الإمارات أني أعتز وأفتخر أني من الإمارات. البيت اليوم هو بيتنا نحن كلنا، فلما كان الشيخ زايد يتكلم عن البيت، بيت الإماراتي، فنحن بالفعل ساكنين في بيت واحد. البيت المتوحد أي شيء التوحيد فيه نصرة، فيه القدرة، فيه الهدف. يجب أن نتمسك بهذا الاتحاد اليوم وغدا، لأن الشيخ زايد بذل من أجله الكثير. هذا الاتحاد قائم، هذا الاتحاد سوف يبقى. الشيء اللي وضع أساسه الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له باقي إلى الأبد، ومن يراهن على أنه يدخل من أبواب خلفية لا يمكن، لأن البيت متوحد، ولما البيت متوحد معناها كل الأبواب مسكرة في وجه الناس اللي يحبوا يجوا من الأبواب الخلفية. نحن اجتمعنا مرة ثانية كعائلة، كبلد، كأمة، ولذلك احتفالاتنا بالعيد الوطني نحتفل باجتماعنا كعائلة واحدة، ونحتفل حتى نوعد أنفسنا بأن ما نتفرق. كان انتخاب الشيخ زايد في 2 ديسمبر 1972 حاكماً لدولة الإمارات العربية المتحدة، نقطة انطلاق لوطنه على كافة المستويات، فاقت تطلعات وطموحات شعبه، ووضعت دولة الإمارات بمصاف الدول المتقدمة الراقية، فحظي الزعيم التاريخي بمحبة استثنائية جارفة من أبناء شعبه، وباحترام وإعجاب من جميع قادة ورؤساء العالم. اهتمامه أيضا كان في الداخل لإعطاء المواطن الفرصة للعيش عيش كريم دون أن يحتاج، ويعلم أولاده، ويوفر للخدمات الصحية، والحقيقة نجح نجاح كبير في هذا. في أبوظبي تشوف الشوارع هذه تخطيط زايد بن سلطان، ولو هنا عندي خريطة لكم يراويك كيف يرشد اللي هو محمد مخلوف ذاك اليوم مسؤول عن التخطيط في البلدية. الشيخ زايد ما خلى بقعة ما زرع فيها. عرفنا شارع الشيخ حمدان، وشارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ خليفة، لكن شارع السعادة. شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن أحضر محاضرة للدكتور عبد الرحمن مخلوف، وكان في ذاك الوقت الدكتور عبد الرحمن مخلوف مهندس المهندس تخطيط لإمارة أبو ظبي. قال لي في يوم من الأيام يقول اتصل بالشيخ زايد وقال لي عبد الرحمن تعال، يقول ذهبت، قال لي اركب السيارة، يقول ركبنا السيارة وجينا إلى منطقة البطين، قال لي شوف يا عبد الرحمن هذه أهل البطين شقوا تعبوا، كلهم البحر كلهم الرصاص، ما سوينا لهم شيء يسعدهم، بنسوي بيوت من دورين وبنسوي لهم شوارع وبنسعدهم، وسم شارعهم هذا شارع السعادة. قال الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في ذلك الوقت: لا يملك المرء إلا أن يبدي إعجابه بزعامة صاحب السمو الشيخ زايد وحنكته السياسية، وهذه المنجزات العمرانية والحضارية الهائلة التي تحققت بدولة الإمارات بفضل قيادة سموه في زمن قياسي. من أحسن الأشياء اللي عملها الشيخ زايد ما كان يتردد أبداً من الاستعانة بالخبرات، خاصة الوافدين العرب. 209 جنسية موجودة على أرض الإمارات، لولا هذا التسامح ولولا هذا الوئام وهذا الحب وهذا عدم التمييز ليتمتع به هؤلاء، هل ستجد الآن هذه الجنسيات وهذه الأعداد موجودة في الإمارات؟ إذن لزايد الفضل بعد فضل الله في إيجاد هذه الأقوام وهذه الجنسيات وهذه الأعراق الموجودة في دولة الإمارات. أهم منجز مغفور للشيخ زايد بعد إنشاء دولة الإمارات هو بناء الإنسان أو الاهتمام بالإنسان. الإنسان الإماراتي من كل ناحية، الاهتمام بالإنسان من حيث التعليم، من حيث الصحة، من حيث الغذاء، من حيث السكن، من حيث بحيث أن هذا الإنسان يعتبر إنسان قادر ومقتدر يوقف على رجله. اليوم أنت تشوف الحمد لله أنه ابن الإمارات وين ما صار هو إنسان محترم، لأن هذا
ابن زايد. وقالت الملكة إليزابيث الثانية: إننا لمعجبون بالقيادة الحكيمة والخبيرة التي تمارسونها كرئيس، والنجاح الاقتصادي الذي حققته بلادكم ماثر للعيان، ماثر في المدن الجميلة والمنظمة وفي البيئة الخضراء التي يتمتع بها مواطنوكم في الأماكن التي لم يكن فيها يوماً إلا صحراء. لم توجهوا ثروة أو تفكير وطاقة بلادكم للأشياء المادية فقط، ولكنكم وضعتم الأساس لما هو اليوم نظام تعليمي حديث وشامل، استعداداً لمتطلبات القرن الحادي والعشرين. مستوى الحياة في أبوظبي الآن مرتفع، يضاهي أكثر الدول الأجنبية تقدماً. هاي نظرة الشيخ زايد، أنه ما ممكن يكون مجتمع قائم على الفروق الكبيرة بين الأغنياء والفقراء، يجب أن الفروق هذه تتضاءل مع الزمن، ونجح إلى حد كبير. يعني ما أعتقد في بلد بالعالم أهله يعيشوا بهالرخاء الموجود هنا وبدون أن يدفعوا ضرائب. فعلاً يعني كل يومين، كل ثلاثة، كل أسبوع، سواء على المستوى المحلي، المجلس التنفيذي، مجلس الوزراء، إلا أن في خبر يسعد المواطنين، كأنما الدولة تتفنن، يعني تختلق أسباباً لإسعاد المواطن. هل توقف أيضاً حلم زايد وفكر زايد إلى أن يوحد الإمارات تحت راية واحدة وتحت علم واحد؟ لا، زايد وجه أيضاً أنظاره لإقامة كيان خليجي موحد، وكانت المبادرة منه، ولم تمضي 10 سنوات إلا واستطاع زايد أن يوحد مجلس التعاون الخليجي في كيان وحدوي واحد. طبعا مجلس التعاون تأسيسه اولا النظام الاساسي اقر في هنا في ابو ظبي، وكان ترأسه المغفور للشيخ زايد الله يرحمه، وكان اعلن في هذا الاجتماع في كلمه مشهوره، قال: نحن في الامارات عملنا هذا الاتحاد، ولكن اقدر اقول لكم ان احنا الان انتهينا من الاتحاد الاصغر، ونحن الان بننتقد الى الاتحاد الاكبر. كان رجل وحدوي بكل معنى الكلمة، وكان مؤمن بعروبته، كان له يعني يعتبر أنه عليه مسؤولية خاصة تجاه شقاء العرب. نحمد الله أنعمت هالحكمة، سرت الأرض وما عليها وما هو مجاورها، الجيران يشكرون ويستفيدون من أفكار زايد ومن نصايح زايد. وسمعة زايد وصلت إلى أقاصي العالم، أينما تذهب تجد لزايد بصمة. زيارة المغفور للشيخ زايد لأي دولة من هالدول، سواء في آسيا أو أفريقيا أو أوروبا، الكل يتفائل، لأن غالبا ما ينتج عن هذه الزيارة شيء مهم لمنفعة الشعب، سواء جامعة أو مدرسة أو جسر أو سد أو يعني طريق رئيسي أو مستشفى أو مدن مثل مدينة الشيخ زايد هنا ومدينة الشيخ زايد هناك. فالكل حقيقة يتمنى أن الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له أن يزور بلده، يعني كرئيس أجنبي. عروبية الشيخ زايد، عقيدة الشيخ زايد، انتماء للأمتين العربية الإسلامية، وتمسكه بالعادات والتقاليد، وحب المواطنة، والانتماء لوطن اسم الوطن العربي الذي كثير ما من الناس تغنى به، ولكن لم نجد سوى أصوات، ولكن زايد أعماله سبقت أقواله. هذا الإنسان، هذا القائد، بنى سمعة مش لنفسه، بنى سمعة لدولته، هذه الدولة الآن اللي نحن قاعدين نقطف ثمار ما زرع الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له. عاش زايد حياة حافلة بالعطاء، وهب خلالها نفسه وكرس كل جهده، وعمل بإتقان وإخلاص لخدمة وطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، فظلت روحه وكلماته حية وخالدة في ذاكرة ووجدان الإماراتيين وقلوب ونفوس الأمة العربية والإسلامية بأسرها. الشيخ زايد يكبر مع الكبير ويصغر مع الصغير، تشوفه يلعب الأطفال، تشوفه يعني دائما
مرح. الوالد يقول يا زايد الربيان الصغار يحبونك يا زايد. فرد عليها الشيخ زايد الله يغفر له، قال له سالم لولا محبة الكبار ما حبوني الصغار، يسمعونكم يسمعون كلامكم وحبوني من كلامكم. كان يهتم بكل إنسان على حدة، وكأنه من خلال اهتمامه بهذا الإنسان يهتم بالناس جميعا. هكذا كان الشيخ زايد، كان حنون وعطوف وكان كريم. الشيخ زايد كان يحس دولة الإمارات وأفرادها سواء كبار أو صغار مثل أبنائه، فهو واحد يغذي أبنائه، فهذا كان هو زايد. إذا ما أوعظنا وعظ سار لأبنائنا وشعبنا وقومنا، إذا ما انتخبنا لهم الوعظ اللي يفيدهم ويمنع عنهم الضرر، شو بنفعهم؟ لازم الإنسان أنه إذا بيوجه يوجه لشيء هو متأكد منه أن سار لا ضرر. إذا بيوجه لأهله وقومه يوجه لهم شيء سار لا ضرر. أما الإنسان اللي ما عليه يسوي ليباه يسوي لي يريده، يعمل مصلحته ما يعمل مصلحة المجتمع. المجتمع يعمل له مصلحة ويعمل له الشيء الفائدة اللي يعرف أن فايدته في مجتمعه، ويؤمن فايدته في مجتمعه وفي قومه وفي وطنه ومواطنه. أعمال زايد وأفعال زايد ومحبة زايد للناس جعلت الله سبحانه وتعالى أن تجعل لزايد محبة في قلوب البشر. خايفين يقولون خالفتوا الحق، كل بقعة يقعد فيها زايد بنبني فيها مسجد. هذه كلمة يشهد الله أني سمعتها من والدي. الشيخ زايد الحقيقة أنجح زعيم عربي، لأنه ترك شيء قائم وشيء سيستمر لمدة طويلة. مع الأسف هذا لم يحصل يعني في الحكام العرب الآخرين، يجوز الظروف ما ساعدتهم، لكن على كل حال لم يتركوا شيئا يضاهي ما تركه الشيخ زايد. إنسان بصماته موجودة في كل مجال، المجال الداخلي والمجال الخارجي. فإن شاء الله نتمنى أن يأتي اليوم اللي فعلا يكتب التاريخ الحقيقي للشيخ زايد. نطلب من الله أن يغفر له ويسكنه الجنة، وزايد حي ما يموت زايد. الشيخ زايد حتى في غيابه ما زال يعطي، ما زالت أثاره موجودة، ما زال يعني أفكاره المهمة موجودة. هو غني عن المدح، هو أكبر من المدح، ولكن زايد زرع هذه الأعمال ليحصدها في الآخرة. نحن اليوم إذا ما حافظنا النعمة زايلة للي ما يحافظ عليها، زايد ما قصر وعياله إن شاء الله قايمين بالواجب، كلنا اليوم عيال زايد. نحن جميعا أولاد زايد يعني في الإمارات نساء ورجالا، ونحن نفتخر بذلك. بعد غياب الشيخ زايد الله يرحمه اختاروا الحكام الشيخ خليفة بأنه يكون الرئيس، لمعرفتهم بأن هذا الشبل من ذاك الأسد. يوم دخلت الفيلة الربيان والله اللي بكيت يوم بكيت ثاني عند الربيان، يوم سمعتهم يبكون أنهم بكون الربيان الصغار. أبوي تردت عليه بنيه قال أبوي زايد مات. الله إن شاء الله يغفر له العين. على كم من سنة هذا الحين، والله إن شاء الله يغفر له ويسكنه الجنة. زايد الحقيقة أبو الجميع يا أخوان الخير، زايد الله يغفر له ويسكنه الجنة. زايد مات إلا عند الله ولا عندنا إحنا، وطاريه ما يموت إن شاء الله.